جدا خاص بعماله الشباب ومعدلات البطاله بين الشباب التي هي مرتفعه سوف نبدا بذلك بعدها ننتقل للحديث عن الكوارث واجنده التنموية بعد 2015 وبعد ذلك الأجندة المالية ومنطقة اليورو والخطوات المستقبلية وبطبيعة الحال سوف نقسم الوقت على هذه المواضيع وأود أن أسمع منكم مساهماتكم لدينا بعض الأمثلة من التعليقات والمواضيع التي غطيناها هذه أمثلة عن مساهماتكم وريتشارد بلونت كتب أنه من الضروري أن نركز على المهارات والحوكمة للاطلاع بتحدي البطالة بين الشباب وأيضاً الأجندة المالية والاقتصاد العالمي هذه بعض الأفكار التي راودتكم قبل أن تأتوا إلى هذه الجلسة ورجاءً أن ألا تترددوا في كتابة رسائلكم القصيرة لكي تصلنا أفكاركم وهذا ما سوف نقوم به على مدى الساعة وعشر دقائق المقبلة. مايك وأنا نتلقى رسائل في الدقائق العشر الاخيره وهذا لا يسهل الامر علينا فرجاء ان ترسلوا مساهماتكم سريعا لكي نوصل اليكم الميكروفون والاستماع اليكم ولدينا ايضا قاده المستقبل الذين يرسمون معالم مستقبلنا وسوف اعطيكم الكلمه ايضا للاستماع اليكم إذا مجالات أربعة نغطيها رجاء أن ترسلوا مساهماتكم بسرعة. نبدأ بشارلوت باتريكونيتسكا رأيك لو سمحتي حول البطالة بين الشباب وأنت تترأسين المجلس الذي يعالج هذه المسألة الأعداد وصلت إلى سبعة مليار وهي متزايدة. كيف يمكن أن نجد فرص العمل في المستقبل؟ شكرا على هذا السؤال البسيط الذي اجيب عنه في هذه الجلسه الصباحيه نحن نحتاج اليكم لكي تولوا اهميه وتتخذوا اجراءات وتسهموا بافكاركم لاننا نعرف ان هناك حلول ويحدون الامل ولكن يجب الا نكون ساذجين ولا يمكن ان نعالج هذه المساله على انها في المستقبل مطروحه هي مساله انيه حاليا نحن يجب الا نتحدث عن الشباب على انهم المستقبل لانه يجب ان نعالج هذه المساله حالا نصف سكان العالم دون سن السبعه والعشرين كثر منهم يعانون من البطاله واحدى المشاكل هي اننا في المجلس لا نعتقد ان لدينا الارقام الفعليه لان المشكله منتشره ونعرف ان هناك ارقام مرتفعه جدا في افريقيا جنوب الصحراء وحتى في بلاد السويد وقد يكون ذلك مفاجئا لكم نعرف ان هذه المساله عالميه بنطاقها وبعض المشاكل قد تكون متشابهه ولكن السياق يختلف اذا نعم هناك افكار وحلول ولكن استنتج المجلس أننا نحتاج إلى أن نلاحظ ضرورة خلق الفرص الوظيفية نحتاج إلى قطاع الأعمال أن يطلع بمسؤولياته وأن يرى هذه المسؤولية أيضا على أنها استثمارا وليس استثمارا اجتماعيا على شام هامش أعماله ولكن استثمارا في المستقبل من خلال توفير فرص العمل ومجالات التدريب وهي احدى الحلول المطروحه نحن بحاجه الى فرص وظيفيه ولذلك يجب على المدى البعيد ان نعمل على تحديد معالم تثقيف وتعليم الشباب من حول العالم ويجب ايضا ان نبني المهارات المرنه والقابله للنقل وادراجها في المناهج التعليميه ونحتاج إلى الخريجين أن يكونوا أفضل أصحاب المشاريع لأننا نحتاج إلى حلول فورية ونحتاج إلى الشركات لأن تأخذ إجراءات الآن تخلينا عن التدريب الفني منذ سنوات وهذا مخزي نحن بحاجة إلى التركيز الآن على هذا النوع من التدريب قرر المجلس أن يعمل على مستويات ثلاثة حسا للتغيير أولا إجراءات ملموسه حيث نود ان نحسن النماذج لاطلاق المشاريع وللتدريب ونشرها ونعرف أيضاً أن هذا يتطلب أكثر من أسلمة أمثلة ناجحة وحلول ناجحة، نحتاج إلى تغيير منتظم ويجب على أصحاب المشاريع الشباب أن يكونوا قادرين على العمل مما يتطلب سياسات على مستوى الدول فنحتاج إلى خطط على مستوى الدول الدول بإشراك الشركات ومنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية لتتفق على استراتيجية طويلة الأمد تطبقها، فالمجلس يفكر في كيفية وضع الخطط القومية وأيضاً المجلس يحاول أن يرى كيف يمكن أن يؤثر على السياسات العالمية عندما اقتضت الحاجة، ومن بين الأمور التي نقوم بها هي أن نستفيد من أهداف الألفية ونركز على الوظائف وخلق الوظائف وما يجب قياسه في النظام التعليمي لكي نجعل التعليم جسراً يؤدي الى الوظائف فلدينا الكثير من العمل نقوم به ونعرف ان الكثير من الاهتمام يولى لهذه المسائل ولكن اعتقد ان وصلنا الى تحديد وتعريف المشكله وارى بعض التشاؤم لن نجرح اذا ما كنا متشائمين يجب ان نتخذ الاجراءات بايجابيه من دون سذاجه ولا يمكن ان نناقش هذه المشكله على انها من مشكله المستقبل لان الواقع ان الشباب بعد سنوات من الان سوف يكون لدينا شباب في جنوب شرق اسيا وافريقيا جنوب الصحراء ولكن نحن نتحدث عن الشباب اليوم واذا تم استثناء الشباب وتهميشهم من المجتمع وعدم اشراكهم في بناء المجتمع فالكثير من المسائل التي نناقشها اليوم سوف تتفاقم في المستقبل شكرا بيتر سيلين هل تودان التعليق على ذلك رجاء أن الا تترددوا هناك الكثير من التعليقات من الجمهور ايضا تحدثنا عن اهداف الالفيه ربما نستمع الى تعقيب عن ذلك ولكن هناك بعض الرواد العالميين اود ان استمع اليهم والى افكارهم رجاء ان توصلوا الميكروفون الى فيلو من بومباي وايضا نافس انت من بومباي وهناك الكثير من الضغوط هناك هل هذا النوع الخطاب الذي تود ان تستمع اليه اعتقد ان هناك حاجه ماسه الى خلق فرص العمل لان حوالي 200 مليون شخص عاطلا عن العمل بحسب احصائيات هذا العام وايضا مليوني شخص يعيشون باقل من دولارين يوميا مما يعني ان الارقام تصل الى 400 مليون ونحن نحتاج الى سد هذه الهوه وسد الهواء بين متطلبات القطاعات المختلفة ومدخلات النظام التعليمي لردم هذه الهواء. أنا أعمل على برامج الآن تعالج كيفية سد هذه الهوة شارلوت تحدثت عن خلق الوظائف. هل نتحدث عن الوظائف أم العمل؟ كلاهما. لأننا نعتقد أننا بحاجة إلى شباب. وإلى أشخاص بشكل عام للابتكار وبناء الشركات والأعمال وهذا يولد فرص وظيفية لهم وللآخرين ولكن أيضا نحتاج إلى كبار الشركات لأن توفر العمل فنود أن ننقل الشباب من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي اسمح لي أن أتوقف عند هذه النقطة نافس هو في الثالث والعشرين على وشك أن ينتقل إلى الأردن ليعمل في مجال خلق الفرص الوظيفية وأشكال جديدة من العمل عندما تستمع إلى هذا الحديث وأنت في الثالث والعشرين هل أنت متفائل أم لا؟ لا اعرف اذا كنت متفائلا ولكنني لست متشائما بطبيعه الحال هناك الكثير من المشاكل الهيكليه التي يجب ان نتحدث عنها ويسعدني انكم ذكرتم التدريب الفني انا متخصص بالتعليم وأعتقد أن سيد روبنسون تحدث عن تضخم التعليم في السابق كان البكالوريوس كافيا والآن نحتاج إلى شهادات دكتوراه ويجب أن نبدأ بمعالجة هذه المسألة في المدارس وأن نفهم أن المهارات التي نحتاج إليها في السوق تتغير بسرعة وليس هناك مسارا وحيدا ويجب أن نفكر في كيفية إعداد الأشخاص لكي يتعلموا تعليما ذاتيا للتكيف هل ترى ان المشاركين هنا يلاحظون حجم المشكله الانيه للأسف البروفيسور ديفيد بلوم موجود معنا هنا وتحدثنا تحدث عن التركيبة السكانية ونتحدث عن مئة مليون شاب في منطقة الشرق الأوسط وعادة ما ننظر إلى ذلك على أنه تحديا ولكن إذا قارنا ذلك مع آسيا فقد استفادوا من الشباب لدفع الاقتصاديات قدما فسؤالي كم عدد السنين أو الأشهر التي نحتاج إليها لكي نستفيد من هؤلاء الشباب إذا. المدة الزمنية. الإجابة الآن، الإجابة بسيطة ولكن نحن نحتاج إلى إصلاح هذه المشكلة وحلها سريعاً وتركيز اهتمامنا عليها. نرى أن الأرقام في تزايد دائم ونعرف أن الشباب الذين يتحدثون الذين نتحدث عنهم سوف يكبروا ونحن نحتاج إلى حلول آنية لنصل إلى نتائج بعد خمس سنوات. إحدى الرسائل على تويتر تسأل: هل يمكن للإستثمارات الإستراتيجية أن تؤدي إلى تدريب محدد على المهارات؟ وهل قد يغير ذلك من وضع البطالة؟ السؤال مطروح على الشاشة. هذا جزء من الحل للمشكله نعم اذا ما اخذنا مثالا لدينا شركات تحضر موظفيها في الدوله التي تعمل فيها بسبب افتقاد هذه الدوله الى المهارات الضروريه وهذا يؤدي الى مشكله قصيره الامد وطويله الامد فبدلا من إحضار هذه المهارات معها،, معها وقامت باستثمار بالاستثمار بتعليم الأشخاص في الدولة حيث يعملون في قطاع العمل فسوف يؤدي ذلك إلى خلق وظائف لسكان البلد ولدينا الكثير من الأمثلة الحية عن ذلك وهناك أمثلة جيدة ولكن بحاجة إلى أمثلة أكثر بكثير اسمحوا لي بتعقيب احدى المواضيع التي طرحت في المناقشات التي شاركت فيها الامس هي انه عندما يكون لدينا اقتصادا معولما لا يكون لدينا اجتماعا او مجتمعا معولما واعتقد اننا عندما نتحدث عن البطاله فهناك فوارق بين الدول مثلا بالنسبه الى الهجره وغيرها من المواضيع التي تقيد التجول في حين أن لدينا اقتصادا عالميا يتطو يتطلب نقل المهارات فهناك الكثير من المشاكل الكبيرة التي يجب أن نعالجها إذا ما كنا سوف ندخل في صلب هذا الموضوع ونعالج مشكلة البطالة عالميا أعتقد أنه يجب إدراج هذه المسألة في الأجندة بوضوح وسمعت الكثير من الحوارات حول ذلك قد يبدو أن هناك الكثير من الحلول المتاحة رغم صعوبات الهجرة. نحن ننهي الجلسة في التاسعة والنصف وسوف أخصص وقتا إضافيا من خمس دقائق لهذا الموضوع قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر. الميكروفون لمشارك من الجمهور. أنا من هونغ كونغ لست شابا ولست عاطلا عن العمل ولكن انظر الى السوق وارى ان هناك طلبا متزايدا مما يؤدي الى فرص متاحه للشباب وهذا يشكل تحديا وفرصه في ان واحد وشباب في هونغ كونغ يعانون من البطاله ليس بسبب النواقص في تعليمهم ولكن بسبب ذهنياتهم فهم غير محفزين للبحث عن العمل ويمضون وقتهم على الانترنت وارى ان هناك الكثير من الفرص لان السكان يشيخون وهناك طلب على الشباب الذين يدخلون قطاع العمل اسمحوا لي بأن اسلط الضوء على بعض المواضيع التي طرحت إذا ما كانت هناك أي تعقيبات من المتحدثين، إحدى التعليقات ما هو دور برنامج تطوير الشباب في عمالة الشباب؟ وأيضا تعليق آخر يجب إعادة تحديد التعليم على أن يكون مركزا على المهارات، أيضا رسالة أخرى التعليم هو أساسي لحل لكل المشاكل المدرجه في القائمه ايضا ما هي الشركات الناشئه القادره على الصمود امام هذه التحديات وكيف نضمن ان هذا سوف يؤدي الى خلق الوظائف اذا هذا كان مثالا عن المساهمات من الجمهور شارلوت يجب ان نعترف جميعنا ان التعليم اساسي بطبيعه الحال، وتحدثنا عن ذلك. يجب ان نفكر في كيفيه ادراج مهارات اطلاق الشركات مبكرا في النظام التعليمي، وكيف نعمل على المهارات القابله للنقل والى ما هنالك. هذا يتطلب بحثا بطبيعه الحال، ونحتاج الى وقت قبل تغيير المناهج المدرسيه ولذلك نحن نحتاج الى اجراءات فوريه في قطاع الاعمال لسد هذه اللي هو بعض الشيء الان ونعرف أن لدينا المسائل العالمية التي يجب أن نعالجها في الوقت نفسه، وأعتقد أننا نحتاج إلى التزام القطاع أو قطاع الأعمال أكثر من التزامه الآن. أتوقع وآمل أن المنتدى الاقتصادي العالمي سوف يلعب دورا في هذا المجال لأنه قادرا على استقطاب اهتمام قطاع الأعمال، ونحن نحتاج إلى التزام واضح من هذا القطاع. في معالجة هذه المسألة. سيد كوبترا يسأل هل نحن بحاجة إلى منتدى العمالة العالمي؟ أعتقد أننا بحاجة إلى المهارات والأفكار والخبرات المتوفرة بين الأشخاص المشاركين في منتدى الاقتصاد العالمي للتفكير في مثل هذه المسائل الخاصة بالبطالة. لا أعتقد أنه يجب فصل ذلك عن عن منتدى الاقتصاد العالمي لأنه اتضح أن هناك تبعية بين بطالة بين الشباب وأجندة العمالة ومجالات كثيرة أخرى من بينها التعليم. والتنمية العالمية وما يجري في القطاع المالي إلى ما هنالك إذا لا أعتقد أنه يجب فصل هذه المسألة في منتدى منفصل بل إدراجها في مناقشاتنا نستمع إلى نضاء المبارك من السعودية أنت من هيئة الاستثمار أنت من هيئة الاستثمار في السعودية بالاستماع الى الحوارات والمناقشات على مدى اليومين الماضيين احيانا ننسى انه يجب ان نقف ونرى كل هذا العمل المنجز في هذا المجال في الكثير من الدول من حول العالم نرى ان هناك رغبه في استقطاب الاستثمارات الاجنبيه وخلق فرص استثمار احدى الافكار المطروحه هي التعاون مع الشركات الكبرى في العالم شبيهه جوجل لفهم ما يجري في هذا القطاع والعوده الى القطاع العام ومحاوله تكييف وتعديل المنهج الدراسي بما يتكيف مع حاجات قطاع العمل وهذا ما نحاول فعله السيد حاجه في 28 نستمع إليه أعتقد أنه من الضروري أن نحضر هذه المهارات إلى صفوف لأن هناك فرق كبيرا بين المهارات التي نحتاج إليها والمهارات التي تمنح في النظام التعليمي وأنا أوافق مع فكرة تعديل المناهج الدراسية ولكن أيضا أن يكون لدينا تدريبا في مكان العمل منذ مرحلة مبكرة ونحن نفكر في التدريب على أنه نشاطا جامعيا ولا نفكر في إدخال الدورات التدريبية في مكان العمل في سن مبكرة. واعتقد ان هذه من بعض النشاطات التي تؤدي الى نتائج في المدى الطويل مع ادراج الشباب في مكان العمل يكتسبون مهارات اساسيه بعيدا عن الصف وقبل ان يدخلوا في مراحل المختلفه من الدراسه الجامعيه والعمل مارك من اكسنشر المشكله هو في جوده المدرسين غير القادرين على مواكبه التغير السريع سوف اتوقف عند هذا الحد ولكن تشارلوت وكانك توافقين على هذا على هذه المساهمه نعم نعرف أننا عندما ندرس النظام التعليمي أن المدرس هو حجر الأساس في هذا النظام، وتناقشنا في هذا الموضوع في إطار مجلسنا وقلنا أننا إذا كنا نؤمن بإطلاق المشاريع والتدريب يجب أن ندرب المدربين وهذه مسألة مهمة جدا، وكل هذه المسائل مترابطة لا يمكن أن نتحدث عن البطالة من دون الحديث عن التعليم وأن نعرف أن البطالة هي جزء من مشكله اكبر ولكن ايضا نحن بحاجه الى اجراءات عمليه وان نتحاور على كل هذه المستويات واعتقد ان هذا يتطلب منا عملا دؤوبا ولكن انا متفائله. سوف اعود الى الاستدامه الضريبيه ولكن ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟ بالنسبة إلى هذه المأساة والتي تتجلى في البطالة بين الشباب وخاصة في أوروبا، فهناك مسألة القياس ونحن نقوم بقياس البطالة بتحديد وتشير الأرقام إلى أن بطالة الشباب في أوروبا وصلت إلى أعلى مستوياتها الآن، ولكن الخبر الإيجابي في ذلك هو أن هناك ما يحدث عملياً الآن قد يحول أسواق العمالة في المستقبل إلى مرونة أكبر لأن الشباب يحاولون إيجاد طرق للتغيير بتعلمهم وتغلب على عائق اللغة في أوروبا وأيضا يجب أن نفكر في السياسات الضرورية دعما لذلك إذا كان الآن صعوبة في العثور على وظيفة في مكان الإقامة هناك امكانيه في العثور على عمل في دوله اخرى هي ايضا ضمن الاتحاد الاوروبي ويجب انتهاز هذه الفرص الان وبالتالي يجب ان نفكر في السياسات التي تسمح بتذليل العقبات امام الهجره وهذا جزء من الحل على المدى القصير ولكن ايضا هذا يجعل اوروبا اكثر او تعطي اوروبا اندماجا اكبر يتعين علينا أن نتوقف دقيقة عند هذه المسألة لإعطاء فرصة الحديث للمتحدثين الآخرين فيجب أن أنتقل إلى موضوع آخر رغم التعليقات الكثيرة التي تصلنا حول عمالة الشباب والبطالة بين الشباب قد أعود إلى هذا الموضوع في نهاية الجلسة ولكن ننتقل إلى المتحدثة التالية وهي مناسقة في الأمم المتحدة تعمل على الكوارث الطبيعية وفاليري هل يمكن أن تلخص المخاطر الناجمة عن الكوارث وخاصة في إطار عام 2015 وما يحصل بعد ذلك شكرا لك نحن في مجلس خاص بالكوارث الطبيعية نن... نتحدث في التحديات التي نواجهها عالميا جراء الكوارث الطبيعية والصراعات ولكن أيضا يجب أن نفكر في الأمن على شبكة الإنترنت والانتشار النووي والى ما هنالك ولدينا نظاما عالميا تطور مع الوقت وقمنا بتجريبه مرارا وتكرارا ولكنه يفتقد إلى المرونة الضرورية للتعامل مع مثل هذه الأمن. الأزمات المترسخة وتظهر البيانات أنه مع التغير المناخي والتدهور البيئي وزيادة عدد السكان في بعض مناطق العالم وازدياد عدم الأمن الغذائي هناك بعض التحديات التي لا يمكن رفعها في إطار النظام السائد حالياً. ويمكن أن نستخلص بعض العبر المستفادة من كيفية استخدام أهداف التنمية للألفية وهناك بعض التفاؤل الخاص بالأهداف المتعلقة بالصحة والرعاية الصحية وما حققناه على مدى السنوات العشر الماضية و أتشارك مع شارلوت تفاؤلها يجب أن نحتفل ببعض التقدم المحرز ويجب أن نقوم بقياس كل ذلك ودفع الأسرة الدولية على الوفاء بوعودها فهذا أساسي. يتعين أيضاً أن نبني شراكة أقوى بين الحكومات والأسرة الدولية والقطاع الخاص وهذا أساسي أيضاً. من الضروري أن نوضح الأدوار والمهام وكيف يمكن يمكن ان نستخلص العبر المستفاده من كل ذلك وكيف يمكن ان نعدل نظامنا لكي نستفيد من الخبرات والتجارب المتاحه على المستوى العالمي والقومي. كيف نساعد الدول والاسر والمجتمعات للاستجابه بافضل الى الأزم بشكل افضل الى الازمات؟ يجب ان نشعر بالخجل للمجاعة التي تسود في بعض مناطق العالم ويجب أن نعزز قدرة الأسر والمجتمعات على أن تصمد أمام هذه الأزمات نعرف أنه سوف يكون هناك جفاف أو كوارث طبيعية أخرى في بعض المناطق من العالم كل عام أو عامين كيف يمكن أن نستعد بفاعلية أكبر وندعم هذه الدول والمجتمعات في استعداداتها وكيف نقوم تمويلها 4% فقط من المساعدة تنفق على الجهوزية مقابل الاستجابة إلى الكوارث والواقع أن هذا ذات تكلفة أعلى لجهة الحياة البشرية إذا ما قمنا بالاستجابة إلى الكارثة بدلا من الاستعداد لمواجهتها قبل حدوثها هناك بعض المسائل الأساسية التي يجب أن نتناقش بها وهذا ليس فقط على نطاق مجلس الخاص بالكوارث الطبيعية لكن نحتاج أيضا إلى خبرة المجالس الأخرى في منتدى الاقتصاد العالمي لكي نحدد كل هذه المسائل ونتوصل إلى نظام شامل يدرج التطور المجتمعي والاستجابة الإنسانية في الأجندات تتحدثين كثيرا مع الوزراء ورؤساء الوزراء والدول عن هذا الموضوع ما رايك بقدره القياده على فهم حجم هذه المشكله وتعامل معها من دون ان تستبعد هذه المشكله الى حين حدوث الكارثه اعتقد ان القاده خاضعون للكثير من الضغوطات في الإدارة اليومية للأزمات، أكانت اقتصادية أو سياسية أو سواها، وأنا أتعامل مع البعد السياسي إضافة إلى الكوارث الطبيعية، وأعتقد أن نوع القيادة الذي نحتاج إليه ليس بالضروره متواجدا من حول العالم وهناك تركيزا اكبر حول كيفيه التعامل لتخطي ازمه معينه في حين اننا بحاجه الى رؤيه سياسيه طويله الامد من القياده من حول العالم ونحن لا نرى ذلك على الارض الواقع الان لا يمكن أن ندرب رؤساء الدول والحكومات فهم يتم تعيينهم أو انتخابهم إلى هذه المناصب، فكيف يتم تدريبهم وهم خاضعين للكثير من الضغوطات؟ أعتقد أننا نبحث عن بعض السمات من القادة، وأنا كنت سياسية قبل أن أعمل في هذا المجال، هو أن يساعدنا اساسا على التغلب على التحديات التي نواجهها كافراد ويساعدونا على فهم الصعوبات اليوميه التي نواجهها اعتقد ان النقاش حدث هنا منذ يومين اشار الى انه كان هناك عوده للقوميه وكان ذلك جزئيا لان القاده كانوا غير قادرين على تخطي هذه الاعتبارات القوميه ومساعده الشعوب على التعامل مع تداعيات الازمه باسكال لامي قال اننا نفتقد الى الافكار والاموال في هذا المجال هذا ما نبحث عنه نحن نبحث عن قاده قادرين على ان ينظروا ابعد من ذلك الجميع لن يقبل بالضروره هذه الرؤيه من القاده ولكن نحن نبحث عن اكثر من التعامل اليومي مع الازمات ونود ان نتحدث مع القاده لكي نفكر في شكل العالم في المستقبل وكي كيف نساهم بذلك وايضا سماع راي الشعوب في دولهم وعالميا انا لا اقول ان هذه المهمه سهله تحدثنا هذا الصباح عن الهجره والتنقل وانا اوروبيه اتي من بريطانيا ولدي قلق كبير جدا عندما انظر الى الاتحاد الاوروبي وكيفيه معالجته لمساله الهجره، اذا ما نظرنا في عدد اللاجئين والمهجرين من حول العالم وهم لا ياتون الى الاتحاد الاوروبي بل الى دول اخرى تواجه الكثير من التحديات التنموية، فنظر في دول مثل تنزانيا، حيث قامت سنين بعد سنين باستقبال اللاجئين من الدول المجاورة، يجب أن نبدل كل ذلك، ونحن بحاجة إلى قيادة قوية لإفهام السكان في الدول كل هذه المسائل. شكراً منز عزيز من باكستان. وأود أن ألفت الانتباه إلى وضع التعليم في الباكستان والقادة، تعرفون أن القادة يأتون من مجموعات متنازعة وغير قادرين على الاستجابة إلى حاجات التعليمية للشعوب، وبالتالي لدينا أعداد كبيرة من الشباب غير المتعلمين العاطلين عن العمل من ال... الرجال والنساء ونفتقد إلى مستويات جيدة في المدارس ونرى أن التلاميذ في المدارس غير قادرين حتى على إنجاز اختباراتهم التي تتلائم مع عمرهم فهل سوف نطلع بهذه المسؤوليات نحن نحتاج إلى التزام أكبر يتخطى التزام القادة نحن نحتاج إلى التزام مع هذه المجتمعات لأن أن الإرهاب احتمال بين هؤلاء الشباب غير المتعلمين والعاطلين عن العمل هذا يعود بنا إلى ما قالته شارلوت وفاليري وهل ترون صلات الوصل في كل هذه المجالات وكيف يؤثر كل ذلك على مجال عملكم ويجب القاضي أن يفهم سريعا ما نحتاج إليه اعتقد ان هناك مساله اساسيه في هذا السؤال المطروح فان لم يكن لدينا القاده القوميه التي تساعد على الاستثمار في التعليم فما هي هو ما هي مسؤولياتنا كاسره دوليه ليس هناك اجابه سهله عن هذا السؤال وهناك فروق في كيفيه تعاملنا مع هذه المساله لانه بطبيعه الحال يجب ان نتاكد من احترام السياده سياده الدول وحدود الدول ولكن في الوقت نفسه علينا مسؤوليه كاسره دوليه وخاصه بما ان لدينا مجموعه من الاهداف التنمويه تركز على التعليم الشامل و ومعالجه الفقر والى ما كيف نشجع الحكومات على الاستثمار في هذه المجالات؟ وهي اساسيه بالنسبه لسلامه الاسره الدوليه في المدى البعيد، ليس فقط بالنسبه للحد من مخاطر التي تحدو بالمجتمعات المختلفه، ولكن ايضا لخلق فرص عالميه افضل كيف نشجع ذلك ولا اعتقد ان لدينا بالضروره امكانيه الحث على ذلك ويجب ان تاتي الحلول من القاعده الى الاعلى ونرى في باكستان امثله شجاعه جدا عن شباب وشابات يدفعنا بالتعليم ويؤكدنا على اهميه التعليم كيف يمكن ان ندعم هذه الحركات من الخارج كولي، كلوي لونغفا. تقول ان هناك نموذجا جديدا لمواجهه الكوارث الطبيعيه من خلال جمع القاده من الاعمال والقاده السياسيين الى ما هنالك وقد تحدثنا منذ يومين عن هذا هذه العلاقه المعقده بين القومي والاقليمي والدولي ماذا عن هذا التوازن؟ هل اتضحت الصوره بعد المناقشات على المدى اليومين الماضي؟ على الامر يختلف اعتمادا على الوضع فلا يوجد نموذج واحد يمكن ان ينجح في كل الحالات فان نظرنا بالتحديد الى المخاطر الناتجه عن الكوارث سواء كان فيضان او جفاف علينا ان نبدا في على مستوى البيت والاسره والمجتمع المحلي وفي الوقت ذاته علينا ان ندرس مساله المؤسسات القوميه والمجتمع بشكل عام بالنسبه لمساله ال... بالنسبه لل التعاون بين الدول الاقليم او التعاون الدولي اعود هنا الى كلمه باسكال لامي ونتحدث عن الحلول العالميه ووضع القوانين هذه مساله تتراجع على مدى السنتين الاخيرتين بدلا من ان تزداد وهذا هو الامر المسبب للقلق الاكبر وهناك عده مشاكل الامر الوحيد الذي يجعل مؤسسات كثيره تحدث تغييرا هو انها يجب ان لا تكون هرميه من الاعلى الى الاسفل بل لابد من الاشاره الى غياب المؤسسات الدوليه القابله للبناء ورغبتها للتعاون أنا أرأس منظمة دولية ونتعلم نتعامل مع مسائل التعامل مع التسونامي أو الفيضانات الضخمة في العالم وما نقوم به هو أن نقوم بتأهيل المؤسسات المحلية المجتمعات المحلية وضمن المنظمات الدولية علينا تغيير طريقة العمل. 2.0 هذا هو نظام التشغيل، لكن علينا أن نحن كمنظمات، نحن لدينا معلومات وبيانات، وكل هذا يجب ألا نبقيه طي الكتمان، بل لابد من إشراكه مع الآخرين، مع المؤسسات الحكومية كي نستفيد جميعا. في السنوات الثلاثة الأخيرة، بدأنا ما يسمى بمساقات او دورات على شبكه الانترنت ضخمه للتدريب للتدريب في مع الامم المتحده والتعاون البيني بين المنظمات، هذا يعني انه خلال عام يمكن ان ندرب نحو نصف مليون، ولماذا لا نضاعف الرقم ويصبح مليون؟ علينا ان نفكر بادخال الحاضنات فكره الحاضنات التي يمكن ان تكون حاضنات للاعمال وللمنظمات يجب ان نغير اسلوب توجهنا نحو التعليم والمؤسسات التعليميه بدلا من المناهج الى تعليم مهني وحرفي وتغيير النظام نظام الأمم المتحدة يمكن أن ندرب مليون شخص إن استخدمنا هذه الوسائل سننتقل إلى بضعة أسئلة ثم نعود إلى بيترس وسيلين لنعرف رأيهما أنا كوبتا و سمعنا عن الاختراعات اختراعات نيوتن و وغيرهم من المخترعين العظام لكن نحن الان المناهج وكل ما نسمعه عن التعليم اصبح نمطيا ولا يؤدي الى خلق وظائف ولا يدرب مهارات وبالتالي النظام التعليمي هو الذي علينا أن ندرسه ونأخذ ونعيد النظر به نتحدث عن ما قالته فاليري بالنسبة للتعامل مع الكوارث وما إلى ذلك سؤالين آخرين صباح الخير لنتحدث عن ما قالته فاليري وليس الوظائف وفرص العمل نعم أنا اسمي تادرس من دبي هاب ولدينا كثير من المؤسسات تقوم بعمليات للتدريب الشعبية على التعامل مع الكوارث لكن ماذا عن منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية هي قاصره من حيث تركت هيكلياتها في التعامل مع مسائل عده مثلا كالمجاعه في السودان وغير ذلك من الكوارث الا انني اعتقد ان على العالم ان يجتمع معا في مرحله قريبه ليتفقوا معا ويصلوا الى حلول فاليري نسمع منك وثم بياتريس وسيلين المجال المالي و ايضا المحيطات والقطب الشمالي وما الى ذلك من تأثيرات مناخيه وفيضانات. اعتقد ان مسأله الحوكمه يمكن يجب ان تعالج من حيث السياق السياسي الذي نعمل من خلاله فلدينا الامم المتحده ومجلس الامن على سبيل المثال الذي يركز على استخدام مسائل الامن والسلام في العالم. ولدينا مؤسسات انسانيه داخل في تخصصاتها وهناك مؤسسات اخرى، نعم نحن بحاجه ان نجمع هذه المؤسسات مع بعضها على المستوى العالمي وفي الوقت ذاته اعتقد ان المسائل المتعلقه بهيكليه الحوكمه داخل الدول مهمه جدا. وغالبا ما نحاول ان نعمل مع الحكومات التي لا تريد ان تعترف ان لديها ازمه انسانيه او كارثه انسانيه ذهبت الى سوريا في اذار مارس وقالت لي الحكومه انه لا يوجد مشكله في سوريا وكان في ذلك الحين مليون نسمه مشردين والان اصبح الرقم اعلى بكثير هناك قضيه كبيره تواجهنا كمجتمع دولي عندما نرى ان هناك كارثه او مشكله في دوله ما هي نقاط القوه الموجوده لدينا لكي نتمكن من مساعده الشعب في تلك الدول ان كانت حكوماتهم غير قادئه او غير راغبه في ان تساعد هذا الشعب العنصر المدني مهم جدا وهي مساله ايضا تعيق التنميه اذا كانت دوله تتخذ قرارات حول التك... كريس المزيد من الموارد للمسائل الدفاعيه وليس للتعليم والصحه عندها سيقولون ربما للمواطنين ان اولويه الدوله هي امن المواطن الا ان المواطن نفسه قد يكون لديه راي مغاير اعتقد ان هذه هي المسائل التي سنواصل المكافحه فيها و أعتقد أن موقفنا صحيح ووضع منذ سنوات طويلة، لكن هناك قضايا حرجة قد لا نتمكن من حيلها بسهولة. سارة ساندرا بسرعة، نعم أنا أمثل مؤسسة في السويد ونحن جهة مانحة كبيرة ونحن نفكر دائما بالمستقبل أن ننطلق من المستوى الشعبي إلى أنظمة كبيرة لنوفر حلول مختلفة تدمج عناصر متعددة وعلينا أن نضمن جمع القوانين والضمانات التي ستؤدي إلى مزيد من الحلول المستدامة والمسؤوليه ليتحملها اطراف عده ومانحين اخرين، نحن لن نبقى جهه ما مانحه فقط، هي مساله مشاركه وعلينا ان نعيد النظر في طريقه عملنا، وانا متلهفه لذلك لان هذا جزء من الاحترام للحوار الذي نحتاجه من اجل المستقبل. لدينا عده نقاط سنعود الى استدامه الاستدامه الماليه ثم الى المحيطات. نرى الآليه التي اخذت بهذا الحوار حتى الآن بيترس لنسمع رأيك حول دورك في الاصلاح اصلاح اليورو أنت تعملين كاقتصاديه في اليورو. ماذا عن الاستدامه الماليه؟ نعم قضينا اليومين الماضيين وليس فقط اليومين الماضيين كنا نناقش مساله التحديات الكبيره التي تواجه الاستدامه الماليه في منطقه اليورو وايضا النقاط غير الوضوح المالي ايضا في كثير من مناطق العالم وهناك كثير من النقاط التي طلبها من المنظمين بأن نكون نتحدث بشكل إيجابي وأن نرسم الابتسامه على وجوه الآخرين، نحن بدأنا مع في هذه الأزمه مع الولايات المتحده والرساله البسيطه للولايات المتحده يمكن أن نقول لهم أنه قد يكون الوضع سيء إن نظرنا إلى و... على المدى البعيد، لكن سيكون أسهل لو فكرنا بالمدى القصير. الفجوة الإقمالية على المدى البعيد تشمل ليس فقط العجز والمديونية الحالية، بل أيضاً الوعود التي قدمت ضمن الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. هذه لابد من وجود اجراءات شموليه لما يس يتم جمعه في المستقبل ليكون مجدي ماليا وبالتالي لابد من احتواء هذه الفجوه الماليه هذه رسائل قويه اثناء من احد اعضاء المجلس ناري كاتليكو يتحدث عن خطوات الاستدامه وهو عراب عراب هذه الناحيه الماليه وعرف العالم بهذه النقطه المديونيه الماليه في الولايات المتحده هي 2% من اجمالي الناتج القومي وبالتالي هذا ما توقعه بالنسبه للولايات المتحده اما على المدى القصير ما يقلق الناس بشكل اكبر الان هو انه وشيك وهناك ازمه ماليه وتحدثنا عن هذه الازمه لسنوات طويله وهناك خشيه موجوده في الولايات المتحده قد تؤدي بالولايات المتحده الى الانهيار السريع مع زياده الضرائب وخفض الدخل ان لم يقم الكونغرس باتخاذ خطوه والموافقه على تسويه وحلول بحلول العام المقبل لتخرج هذه هذا العجز من المديونيه للدوله وثم الرساله يجب ان تكون وفقا لكل الخبراء في مجلسنا ان الوضع قد لا يكون بالسوء الذي نتوقعه الا اننا ان سقطنا عن هذه الـ عن هذا الجبل قد لا نجد المشكله بالسوء الذي نتوقعه وبالتالي ليست بالمأساة الكبيره قد يكون هناك حلول سريعه سأنتقل من هنا إلى اليورو منطقة اليورو وأوروبا وهي ثاني أكبر مسألة قضينا عليها بعض الوقت وأعتقد أن الجميع تحدث عن هذه المسألة بشكل مستفيد وهي مسألة أيضا في عقولنا جميعا نفكر بها طوال الوقت هذا الوضع على مز... مدى عدم الاستقرار قصير الأجل هناك إجماع في المرحلة الراهنة على أن الإجراءات التي تم تطبيقها من البنك المركزي الأوروبي وأيضا الحكومات الأوروبية بإعلان بعض الخطوات باتحاد بالاتحاد المصارف أدى إلى استقرار الوضع وهذه هي اللحظة التي لا تدعونا فقط باتخاذ هذه الخطوات للتوازن على المدى البعيد في المجال المالي، بل نفكر برؤى على المدى البعيد للجانبين المالي والتصاميم المستقبليه لمنطقه اليورو. ساتحدث عن امر بالتحديد تحدثنا عنه وهو المساله التي تدعو الى الحاجه لوجود فهم اكثر وضوحا لنوعيه المستقبل الذي نريده، هذه المساله هذا وضع فريد من نوعه وفي هذه المنطقه المهمه، وبالتالي لسنا هنا نتحدث عن شيء جديد بل لدينا مستقبل يمكن ان نرسمه بحيث يكون مختلف عما لدينا الان، هذا سؤال يطرح كثيرا عندما ناقشنا من الشخص كان هناك تقرير من اربعه رؤساء اوروبيين وبعد الانتخابات الامريكيه قد يطرح السؤال لماذا يوجد اربع رؤساء للمجلس الاوروبي هناك عده مجموعات نعم أربعة من من يسمون برؤساء يعملون معا وخرجوا ببيان مشترك وما يفكرون به هو سؤال سؤال حول الهيكل المالي الاقتصادي المستقبلي في أوروبا كيف سيكون وما مدى احتياجنا للميزانيات المركزية ولماذا نريدها ومن الأمور التي لن أو نجهلها الآن فهي أن الاتحاد الأوروبي فيه واحد بالمئة من إجمالي الناتج القومي وفي دول أخرى أربعين بالمئة يتم جمعها وإنفاقها إلا أن السؤال نحن هل نحن بحاجة إلى المزيد وما نوع الصدمات ربما أو المشكلات التي نواجهها والتي نحتاج من أجلها إلى مزيد من القدرات المالية، وما ما هو مركزية التمويل الإضافية التي نحتاجها، والمنطقة كيف نعمل على استقرارها، والفرص وزيادة الفرص. وآليات التأمين على مثل هذه على عدم حدوث او ضد عدم حدوث مثل هذه الازمات وهذا تحدي كبير يتجاوز المجلس الاوروبي او الاتحاد الاوروبي ليصل الى مجالات عده في كثير من المجالس الاوروبيه. هل لنا ان نصنف هل لك ان تصنفي المخاوف من أن من وشوك انهيار الولايات المتحدة ماذا عن هذا الانهيار هل سيقفزون من المستوى عالي ويقومون بنج... بانج... بإنجاح التجربة يمكن أن نسقط لكن نسقط بنجاح إذا كان السقوط مالي هل هناك استشعار بان هذا الانهيار سيقع ام لا هناك كثر يعتقدون انه ان لم يتم اتفاق قبل الوقوع لابد من اتخاذ خطوات للهرب نعم من نقطه بدايه مختلفه آه وارتفاع الضرائب ربما نعيد آه النظر بها والتوصل إلى تسوية وخفض الضرائب وهو نقاش أكثر جذبًا من رفع الضرائب. آه لدي سؤال، إن سقطوا، ما هي تداعيات ذلك على اقتصاد العالم مقابل آه التداعيات على الاقتصاد الأمريكي؟ نعم، هذا السؤال طرح من جهة مختلفة، وفقاً للمحاضرة التي سمعناها في المجلس الأوروبي، وهذا النموذج نموذج السقوط دون اتخاذ خطوات من الولايات المتحدة هذا سيدخل الولايات المتحدة بمرحلة ركود بسيطة وهي مختلفة عما يمكن أن تكون عليه توقعاتنا بنمو ب أربعة بالمئة من فاصل أربعة بالمئة في الإجمالي الناتج القومي، وبالتالي هذا سيجعل الربط قوي ونمو بواحد بالمئة أقل، ولابد من وجود طرق للتعامل مع هذه الظروف، ولهذا قلنا أن الأمر الجيد نسبياً هو أن السقوط لن يكون ضخماً كما يخشى البعض، ودعونا لا ننسى أنها ستكون فرصة لجسر فجوة طويلة الأمد، وهي أننا نفرض ضريبة على أبنائنا وندفع بإفقار أبنائنا وأبنائهم. سننتقل الى السؤال الثالث على شاشه ماده، ما هو اثر المظاهرات؟ واثر ذلك على رفاه الدول وانفاق الدول على المجتمعات؟ وهنا استذكر ولا اعرف ماذا كانت بالسؤال، من ال... هل تعني من ال... السقوط المالي اعتذر لان لانني لان الشبكه ضعيفه ولا استطيع استرجاع الرساله لكن السؤال كان حول الوضع الاقتصادي نعم هذه مساله وشيكه ولدينا عدد كبير من الدول ما زالت على مسارها في تقليل عجزها الراهن وليس لديها بديل على ذلك لكن السؤال هو السرعه في انجاز ذلك يجب ان لا يتم بسرعه كبيره ولا بد من وسائل تحوط وبالتالي هذه يجب ان لا تتم من خلال زياده الضرائب فقط بل ستؤثر على الانفاق اما الامر الجيد في ذلك في في تلك المساله هو زياده عمر التقاعد وهذا يعمل على حل مشكله التركيبه السكانيه على المدى البعيد وايضا اشكالات اخرى على المدى القصير اذا فهو سيناريو ناجح لننتقل ارى احد هنا في اخر القاعه يريد ان يتدخل سيلين نشكرك على صبرك معنا مساله المحيطات وكان من الصعب ان ندخل هذا الموضوع مع الشباب والبطاله والاستقرار المالي. نرجو ان نسمع منك عن المحيطات والتحديات المستقبليه. اود ان ان يكون هناك محيط في نهايه الجبل. أو المنحدر ولكن نحن لدينا كثير من الاحتمالات لا نفكر فقط بشكل مستدام عندما نفكر بالمحيطات لا هذا لا يعني قضايا إنسانية بل هو قضية إنسانية وليست بيئية فقط بل تؤثر على الإنسان سمعت لكل ما تم التحدث عنه والمقترحات وأريد أن أعيد أعود إلى نقطة ذكرت في البداية حول المجتمع العالمي نحن لا نفكر كمجتمع دولي بل كأفراد وتطورنا ونمو والعولمة المتنامية أدت إلى زيادة الفردية وفصل الأفكار علينا أن نقوم بخطوة أكبر للتصرف كمجتمع وأن نجتمع وليس فقط أن نسقط بأجنداتنا الفردية وبالنسبة لي كل ما أسمعه كان إيجابي ورائع ما فعلناه في مجلس المحيطات هو أننا حاولنا أن نعرف عدد من الموضوعات أخذنا بالاعتبارات أن المحيطات تغطي 71% من الكوكب وكثير من الناس يعتمدون عليها في للغذاء و44% من السكان يعتمدون عليها كمصدر رزق أو قريبين من البحار نفكر بالبطاله والشباب والاقتصاد هناك كثير من فرص العمل والامكانات لايجاد اقتصاد وعمل أخذنا بالاعتبار هذه المحيطات لدينا التنجيم ونقل النفط إن تم بشكل مسؤول ومستدام يمكن أن يعتبر فرصة عمل وأيضا المعادن يتم استكشافها في قعران المحيطات وبالتالي هذه اقتصادات جديدة يجب أن ندرسها صيد الأسماك هو قضية هناك فرط في الصيد الجائر والتهديد المحيطات فنحن نتحدث عن القرصنة والأمن وقضايا عالمية وليس مجرد بيئة من مراكز التركيز لنا هي مسألة الآثار وأمر نتحدث عن التونة ذات الزعنفة الصفراء التي يتم صيدها لتصدر إلى هواي كي يتم أكلها هناك هذا الربط يربط كل هذه القارات الورقة على العلبة تحمل منشأها تايوان وبالتالي ان فكرنا بشكل عالمي فنحن ليس لدينا المعلومات الكافيه وليس هناك نظام يساعدنا في متابعه هذه السمكه منذ ان وصلها الطعم الى ان وصلت الى طبق الطعام وتحدثنا عن مسائل الامن القومي الدولي ومسائل النقل فكثير من النقل يحدث عبر المحيطات ونتحدث عن السياحة، وكثير من السياحة تحصل على في المجتمعات الساحلية، ونتحدث هنا عن التنمية. مسألة المتابعة مسألة مهمة ومشاركة القطاعات قطاعات الأعمال، وهي مسألة مهمة. ولابد ان نعرف ما الفرص الاقتصاديه الموجوده في المحيطات وكيف نستفيد من هذه الفرص يجب ان يتم ذلك بشكل مستدام وبي... ويحترم البيئه ولكن هذا الموضوع هو موضوع انساني يجمع كل المجتمعات وان فكرنا بشكل مناسب سنتحرك جميعا بشكل ايجابي و... هذه منصة لندرس عشر أهداف تشمل الأمن الغذائي والحياة والاقتصاد وحماية الموارد الطبيعية وسبعة أهداف أخرى وستوقف هنا لكن هذا يمكننا بشكل مبسط لدراسه قيمه المحيطات وكل دوله لديها قيمه من واحد الى مئة وبالتالي لابد من وجود مجال لتحسين الوضع وهنا يمكن ان نتدخل والحكومات يجب ان تتدخل اكثر لانها هي التي تزيد مشاركه الدول في قضايا متعلقه بالمحيطات ماذا عن قوانين البحار التي تم اختبارها عده مرات عندما يتم جرائم في البحر وما يحدث ايضا في المحيط في القطب الشمالي ومجلس القطب الشمالي وما هو هي افكاركم حول قوانين البحار. هل هي منيعة وقادرة على حماية المحيطات وجهة نظري الشخصية أنها ليست منيعة بما يكفي لكنها بحاجة إلى طرق تعزيز وطرق إنفاذ ولا بد عندما نضع القوانين أن نتأكد من أنها قابلة للتنفيذ هناك كثير من المخاطر في البحار وبالتالي هناك نزاع عليها وأين تذهب الموارد البحرية ونزاع الدول عليها علينا ان ندرس هذه المسائل بعمق اكبر، ما هو العمق الاكبر؟ وهنا في دبي مثلا لابد ان نكون واضحين ان هذه المسائل بحاجه الى سنوات طويله من النقاش. نعم، ليس لدينا الوقت الطويل لكن نشعر ان المحيطات وكأنها موارد لا تنضب بل هي تنضب وتستنزف بشكل كبير، وبالتالي لابد من اتخاذ اجراءات واتفاقيات دوليه، نعرف ان هذا الموضوع صعب ومعقد ولكننا بحاجه للتحرك. هل السؤال عن المحيطات؟ لاننا نريد ان ناخذ منكم ان كان لديك سؤال حول صيد الاسماك، وهذه الاسئله لم تصلني عبر شبكه الانترنت بسبب ضعفها. هل شارلوت بيتريس او فالري هل لديكم او تريدون العوده الى نقاط فاليري ايموس انت من الامم المتحده ومساله السياده، السياده على البحار اي ومساله السياده وليس فيما يتعلق بالبحار فقط بل ما نراه بشكل متواصل نحن بحاجه الى تعدديه اكبر من اجل حل كثير من القضايا التي تواجهنا في العالم وهذا يشمل القضايا المتعلقه بالبحار والمحيطات ولكن ما نراه عوده الى الحمايه القوميه وان الدول دائما تحتمي بفكره السياده وبالتالي هذا طرح كثيرا في كثير من النقاشات السياسيه في الامم المتحده وكان هذا ايضا تمحور في مساله ليبيا وما لدينا من نقاشات هذا العام فيما يتعلق بسوريا ومساله حمايه المدنيين اعتقد ان هناك تناقض من حيث ما يحتاجه العالم وكيف يتم صياغه هذا النقاش وهي غير مفيده حتى الان اربع دقائق نعم اشكرك واريد ان اعود هل لك ان تعرف عن نفسك انا مايك جوردن من مجلس ايجينغ من نيويورك وساعود الى هناك لاساعدهم في مساله الانهيار المالي كان قبل قليل النقاش يتحدث عن الاقتصاد والنمو الاقتصادي، ان اردنا ان نعالج هذه المساله بوضع جسر مهم، وهنا نتحدث عن ملياري نسمه بسن الستين، وهذا سيغير التركيبة السكانية وسيؤثر على مؤسساتنا وثقافاتنا التي ما زالت بذهنية السبعينات ويعتقدون أن الشخص بعمر الستين أو السبعين أو الثمانين غير نشط اقتصاديا وغير قادر على التعامل مع أولوياته اقتصاديا وبالتالي علينا أن ندرس المسألة الاقتصادية هذه مسألة الشيخوخة والعمر وتغيير ثقافة الشيخوخة، ستين إلى ثمانين عاماً ليسوا كما كانوا في السنوات السابقة من حيث المشاركة الاقتصادية، قد يكون هذا صحيح في السنوات الماضية ولكنه ليس وارداً الآن. شارلوت هل ترين تحديا مماثلا بالنسبة للشباب وحاجة الشباب إلى العمل وبالنسبة للأكبر سنا أعتقد أنه من الضيق أن نتعامل مع هذه المسألة في مثل هذه المجموعة إلا أن هذه المسألة بالغة الأهمية والوقت مخ قليل جدا المشكلات موجودة الآن وعلينا معالجتها الآن إلا أن الإحصاءات الموجودة لدينا يجب أن نعدلها وهناك شباب الشباب هم من لا يحصلون على العمل في حين الأكبر سنا ما زالوا هم القادرين إلى الوصول إلى هذه الفرص نحن بحاجة إلى أمرين نحاول أن نركز على الشباب والبطالة فهذه مسألة ملحة الآن حاليا وأيضا دمجها مع قضايا أخرى مداخلة أخرى وسنعود إليكم أنا أوليا مسنر محررة في جريدة البيان تحدثت السيدة فاليري أمس عن سوريا وكيف نتصرف مع الدول ترفض التدخل أعتقد أنه حان الوقت لإصلاح شامل في الأمم المتحدة الأمم المتحدة ألا تعتقدين ذلك؟ هل لي أن أعود إلى هذه النقطة أعتقد أننا تحدثنا بشكل بسيط عن الأمم المتحدة ونسينا أنها مئة دولة وليس خمسة دول أعضاء دائمين وليس عشرة يجلسون لعضوية دائمة لمدة عامين بل علينا أن نركز ليس فقط على الخمسة دول دائمة العضوية التي لديها حق الفيتو بل هي مسألة أكبر من ذلك. وأعتقد أن هذه المسائل التي تحدثنا عنها خلال الأيام الأخيرة بالنسبة لهيكلية السيادة في الدول ومسؤولية كل قائد وكل دولة من حيث ما يحملونه إلى نقاشات مجلس الأمن، الأمم المتحدة إن جعلنا هذه الدول بعيده عن المسؤوليه فلن نتمكن من النجاح في حلولنا نفذ الوقت ودهمنا اشكركم على الحضور ووصولكم الى هذا المكان وللمساهمه اعتذر لان الشبكه اعتقد ان هناك تدخل ان الامر الذي يمكن أن يحققه مثل هذا اللقاء. في قبل يومين كان رجال فقط على المنصة، الآن فقط نساء. أشكركم جزيل الشكر فهذه نقطة تثبت النجاح."